بونجور، معكم أنا بدرس 98 98، درسنا 98 بكتابنا غرامير إكسبليكي دو فرونسي، عم ناخذ أنواع الأدفيرب. شو هنن أنواع الأدفيرب؟ أخذنا ثلاثة: أدفيرب دو تان، دو ليو، دو مانيير، وهلا ليز أدفيرب دو كونتيتي، ظروف الكمية إنتنسيتي والشدة التواتر. Les adverbes de quantité, الكمية, évoquent une quantité indéterminée. بتعبر عن كمية غير محددة. يعني كافي، كتير، قليل. هاي quantité indéterminée. Une quantité évaluée. عم ننظر إليها globalement, بشكل عام. أما les adverbes d'intensité, ظروف الشدة التواتر يفوق لو ديغري تعطيني درجة بلوز او موان او دون كاليتي درجة اعلى او اقل لمواصفة او دونيتا حالي او ان سنتيمون. اذا الادفيرب دو كونتيتي بيعطيني كونتيتي انديتيرميني كمية غير محددة، كمية مقيمة بشكل عام. الادفيرب دانتنسيتي بيعطيني الكاليتي أعلى وأقل أو الإيتا الحالي أو السنتيمون شدتها وضعفها. Il se présente وها الظروف كلها تظهر sous la forme d'adverbe simple، إما تكون ظروف بسيطة adverbe simple مثل assez. لما بقولوا simple بتكون كلمة أو كلمتين صغار. assez كافي، aussi ايضا، او يعادل، autant كمان يعادل، نعرفوا ندور بالمقارنة. autrement بشكل اخر، beaucoup كثيرا، bien جدا، combien كم، davantage كثير، environ حوالي، فوق كثير قوي، guerre اطلاقا، مم حتى، نفس، موان أقل. طبعاً عم بعطي معنين لأنه أنا ما بعرف كيف رح تكون الجملة. peu قليل، plus كثير، presque تقريباً، que مع، يعني رح تجي مع أداة تانية، quelque بعض، si جداً أو كثير، tant نفس الشيء، كثير، tellement كثير، tout كثير، كل، très كثير، trop كتير كتير. إذن هدول أدفيرب سامبل نستخدمه للكونتيتي وللكاليتي انتنسيتي. إلي أسي انتليجن، هو ذكي بشكل كافي. أسي انتليجن، جيم بوكو لو تياتر، بحب كتير المسرح. نو سوم كونو، نحن عرفت ديزان 10 سنين. إذا ما عم تعطيني رقم محدد لا هاد ولا هاد. Ou de locution adverbiale. C'est un adverbe simple ou locution adverbiale. Mustalah zarfi. À demi, nous, à peine, belked, à moitié, nous, peu à peu, chouai, chouai, à peu près, taqriban, pas du tout, itlaqan, tout à fait, tamaman. Les bouteilles, la bouteille est encore à moitié pleine. L'anine, taqriban, nous, ça, لسه نصا ملان. je n'aime pas du tout ce romancier، ما بحب ابدا هذا الكاتب الروائي. ces adverbes sont des équivalents du nom، هل ظروف تعادل اسماء، يعني بنحسب نغيرها لاسم، او group du nom او مجموعه اسميه. يعني اي ظرف ممكن يتحول الى اسم. il mange peu، يأكل قليلاً. شو يعني قليلاً؟ إذا بدنا نعرف كل ظرف قليلاً بنقول en faible quantité، يعني عم يأكل بكمية ضعيفة. assez كافي، يعني en quantité suffisante، كمية كافية. beaucoup en grande quantité، كمية كبيرة. trop en quantité excessive، كمية مفرطة. إذا تدرج من الأقل للأكثر. peu، assez، beaucoup، trop. certains ou بعض modifient le verbe، يغيروا بشكل الفعل، بيغيروا بمعنى الفعل، بيعطوا قيمة زيادة. هاي معانيهم، نحن عم نحكي عن المعاني.
certains modifient, البعض يغير يعدل بالفعل. بوكو كتير، مثل زال لواحد تاني بحبك، بينما زال لو بحبك كتير عدلنا شوي بمعنى الفعل. تو جدا، او تو يعادل، دافونتاج اكثر. بتعطيني تقييم للفعل. Il est bien fatigué، هو تعبان كتير. Il travaille beaucoup، عم يشتغل كتير. Il travaille tant، عم يشتغل كتير. Voyons لنرى. Il ne faut pas travailler autant، ما لازم واحد يشتغل هيك بهذا القدر. Il voudrait gagner davantage، هو بده يربح أكثر. Plus. D'autres وغير ظروف، إذا قلنا هي بتغير الفعل، وغيره بيعدل يعني الصفة أو البارتيسيب، اسم المفعول أو الفاعل أو الأدفيرب، يعني بيعد ظرف بيعدل ظرف تاني، مثل سي جدا، تخي كتير، تو تماما. إلي تخي بونكتويل، هي كتير دقيقة، مو دقيقة بس كتير يعني مبالغ. إلي تغيفي تخي تو، وصلت بكير كتير. إذن هون عملنا موديفيكاسيون للأدجكتيف، هون تو أدفيرب، عملنا كمان أدفيرب، عطى درجة انتنسيتي لتو الظرف. C'est une personne si agréable، هذا شخص كتير لطيف. كمان هون للصفة il est si estimé، هون للبارتيسيب عم نعدل البارتيسيب، il est si estimé de tous، هو محترم من الجميع. Il parle tellement bien، هو بيحكي بيتكلم جيد بشكل كويس كتير. Tellement bien، bien عطيتها tellement درجة. Il est tout simplement merveilleux، حطينا كمان ظرف لحتى يعمل modification للظرف الثاني. Il est tout simplement merveilleux، هو رائع بشكل بكل بساطة. Mais quand on lui parle، لما بنحكي معه، il devient tout rouge، يحمر تماما. يعني عطيت كمان هون للصفة. D'autres، وفي ظروف أخرى، ثلاثة هاي ظروف أخرى، modifie l'adjectif، بتعدل الصفة، le participe، le verbe، نفس الشيء أو l'adverbe، في غيره، assez، كافي، tellement، كتير، moins، أقل، plus، أكثر. Il est assez intelligent، هو ذكي بشكل كافي. Il travaille assez، عم يشتغل منيح. Il comprend assez bien، هو يفهم بشكل كافي منيح. Il a réussi، هل نجح؟ Je suis assez surprise، يعني أنا متفاجئ بشكل منيح. يعني assez marque l'intensité، عم تعطيني الشدة. Nécessaire minimum، الحد الضروري الأدنى، يعني بشكل كافي. أقل بصير قليل. Il est tellement intelligent، هو ذكي كتير. Le pauvre، المسكين. Il travaille tellement، عم يشتغل كتير. Il travaille tellement bien، عم يشتغل كتير كتير. Il a réussi، نجح. Je suis tellement surprise، أنا متفاجئ متفاجئة. À un degré élevé، هي لدرجة أعلى، متفاجئ بدرجة أعلى. قبل ما نروح لتحت، dans l'usage courant، في الاستخدام الدارج، très كتير و si و tellement sont associés، دائما بيترافقوا بي أيضا بلوكيشن فيربال، بمصطلحات فعلية. j'ai très faim، جوعان كتير. j'ai eu si peur، أنا كنت خايف كتير. j'ai tellement soif، عطشان كتير. يعني من لأي très مع faim دائما كمصطلح، si peur مع بعض، tellement soif مع بعض. quatre. d'autres encore، وغيرهم كمان، peuvent modifier، بغيروا un groupe، مجموعة comprenant فيها un déterminant numéral، فيها أداة للترقيم، عدد. il gagnera، رح يكسب، à peu près، تقريبا 2500 euro، 2500 يورو، pour commencer، لكي يبدأ. ترافقت à peu près مع رقم.
أو أن أندفيني أو مع أداة نكرة يعني الأدجكتيف أندفيني. Presque toutes les rues étaient illuminées. تقريبا كل الشوارع كانت منارة. Assez كافي autant كمان بعد بعد أو كمان تجي كتير بوكو كتير كومبيان كم مو أقل بامال مو يعني مو سيء peu قليل un peu كمان قليل plus كتير tant كتير tellement كتير تو كتير كتير كمان هم ماشيين بالتدرج peuvent être associés كمان هدول بيجوا مع حرف جر على préposition de هدول أغلبهم بيجوا مع حرف جر de et être suivi ou يتبعون النوم اندفيني اسم نكرة دونك سانز ارتيكل ويكون ما في أداة هاي كتير ضروري اني اعرفه انه بيجي وراهن دو وبيجي نو اندفيني لكن سانز ارتيكل شايفين هالخط ما احلى بدون ال جي بوكو ما بقول دي دو مال لا جي بوكو دو مال يعني اسي دو اوتان دو بوكو دو كلياتن دو وبيجي وراهن الاسم جي بوكو دو مال ما بقولها هيك طبعا وين امبوسيبل اقول هيك بقول جي بوكو دو مال اكومبخوندر عم بلاقي صعوبة كبيرة بالفهم جي بوكو دو مال دانز اون في في حياة on peut avoir beaucoup de copains ممكن يكون في عنا اصدقاء رفاق يعني زملاء كتار مي peu de véritables amis لكن أصدقاء الحقيقيين قليل à cause du mauvais temps بسبب الطقس السيء il y a moins de touristes cette année في عدد أقل من السياح هذا العام et là tant de soucis عنده هموم كتيرة ما تهتموا لمعنى الجمل قد ما تهتموا انه beaucoup de peu de moins de tant de Seule exception, بس عندي حالة شاذة bien sans préposition مع الارتيكل يعني بتجي بلا préposition ولكن بيجي مع ارتيكل Exemple J'ai beaucoup de mal عم بعاني بلاقي صعوبة à comprendre ces règles في فهم هذه القواعد j'ai bien du mal هون قلنا beaucoup de هون bien du mal j'ai bien du mal à comprendre ces règles إذن أجد bien sans préposition مع الارتيكل Nous avons rencontré قابلنا beaucoup de difficultés صادفنا كثير من المتاعب dans nos démarches في أثناء مسيرنا Nous avons rencontré bien des difficultés فوراً جاء الارتيكل dans nos démarches Observez et remarquez la différence خلينا ننتبه للشغلة هاي مهمة هون ننتبه لها peu هذا مهم peu peu de et un peu je te ferai un peu de طيب un peu implique une petite quantité positive جعلنا un peu تعطيني كمية قليلة بس بالمعنى الإيجابي وليس السلبي بينما peu لوحده تعطيني petite quantité لكن نيجاتيف إذا un peu بالمعنى الإيجابي peu لحالة بالمعنى السلبي لذلك قلت لكم مهم وخلينا نقارن ne l'interrogez pas لا تسألوا لا تسألوها elle est un peu timide هي شوي خجلاني un peu timide بالمعنى الإيجابي ما موشي بشع يعني assez timide يعني هي خجولي elle montre هي عم تبدي un peu d'inquiétude قليل من القلق يعني une légère inquiétude قلق خفيف elle tremble un peu عم ترجف شوي كله بالمعنى البوزيتيف بينما elle a peu de patience صبرة قليل بالمعنى السلبي il est peu sociable
هو مو كتير اجتماعي. il parle peu، بيحكي قليل. donc il a peu d'amis، أصدقاء قليل. il n'a pas beaucoup de patience، يعني ما عنده صبر كتير. il n'est pas très sociable، مو اجتماعي كتير. il ne parle pas beaucoup، ما بيحكي كتير. donc il n'a pas beaucoup d'amis، لذلك ما عنده أصدقاء كتار. certains de ces adverbes بعض هذه الظروف associée à que من لأي اجت مع que سيرب تفيدنا à former les comparatifs. نعرف on a de le plus que moins que aussi que autant que les comparatifs كمان مع الارتيكل ديفيني بشو تعطيني تعطيني السوبرلاتيف المطلق aussi plus moins مع adjectif que autant plus moins مع verb que autant de moins de plus de معنون que هذا بدرس المقارنة الكومباراتيف ce roman est aussi ou est moins ou plus intéressant que le précédent en intéressant صفة نطبق عليها واحدة من ثلاثة مع que هالكتاب هو مو أهم من اللي قبله j'aime autant شوبرت كو شومان بقى من هدول ما بعرف انا بحبهم قد بعضهم ما بعرفهم بس بحبهم قد بعضهم اوتان للاسماء اوتان الى بلو دو باسيونس كو تو عنده صبر اكثر منك مع الاسم حطينا بلو دو سي لارتيست لو بلو دوي دو سا جينيراسيون هذا اكثر فنان موهوب من جيله إذن هون مع أرتيكل للسوبرلاتيف. d'autres ou غيرون associés à que مرتبطوا مع que en valeur de بيعطوني معنى conjonction de conséquence يعني بنحط si que tant que tellement que وبنصفي كمان adjectif تيعطوني معنى النتيجة أو يعطوني opposition تضاد مع si لوحدة مع que يعني بس مثل هون بس سي بتعطيني هون كونسيكونس وهون بتعطيني اوبوزيسيون طبعا حسب المعنى إل بارل تان كيل نيكوت جامي لي زوتر هي بتحكي كتير يعني والنتيجة انه ما بتسمع ابدا الاخرين من كتر ما بتحكي نتيجة ذلك ما بتسمع الاخرين إل بارل سي فيت وبتحكي كتير بسرعة كنا دو مال على سويفر ما منعود نتيجة ذلك ما منعود منحسن من يعني من تابعة أما ذا أوبوزيشن سي بافارد كيلي قد ما كانت سرسارة كيل سوا انتبهنا لما يكون أوبوزيشن حطينا بالمنصوب إلا بخي لو تان دو ميكوتي يعني قد ما كانت سرسارة أخذت وقت من كتر ما هي سرسارة أخذت وقت لبين ما سمعتني هون تضاد لما بتعطي بمعنى تضاد قبل الصفة وبعد الصفة بحط ك بعود بحط الفعل بالمنصوب هدول إذا بدي أخذهم بده ياخذ وقت أكثر إذا رح نشوف حالات تو بالدرس القادم رح وقف هون وقلكم كانت معكم مدام ما بتلكم أغفوها